مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من دواكم في يديكم. اليوم راح نتكلموا من عند مجددا على هذا النبتة اللي تكلمت عليها الأسبوع الماضي، ألا وهي نسبة عشبة بليتو فداش قطايف باللغة الفصحى، نرجع للأسماء نتاعها. اليوم حاول نشوف الجوانب الطبية نتاعها، ما هي الأشياء اللي تعملها لنا، لأن شفنا بأن في بلدان المغرب الكبير العشبة هذه تستعمل خاصة للتجميل في الحدائق، في البيت، لأن عندها ألوان عجيبة جدا وخلابة. لكن الناس ما كلمونيش في الأسبوع الماضي وما قالوا ليش إذا يأكلوها ولا لا، فإحنا نعرف بأن هذه تباع بكمية هائلة في الغرب وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية، لكن في بلداننا موجودة وممكن تسوق، لكن ما عرفناش فين تذهب. الإخوة والأخوات المشاهدين ما كلموناش في الأسبوع الماضي بيقولونا إذا تستعمل في الأكل ولا تستعمل في الطب. فاليوم نحاولوا نراجعوا هذه العشبة خاصة من الجانب الطبي. فاليوم نتكلم على أهميتها الطبية. للتذكير، الأسماء انتع هذا العشبة في المغرب الكبير تسمى إما بليتو، وحتى في المغرب يعني المغرب الاسم تاعها أرامانتس بليتويدس، بليتويدس بليتو اللي هو الاسم. عندنا شداش اسم آخر، فتاشة اسم آخر، بلباشة اسم آخر. والأسبوع الماضي كلمنا واحد الأخ من العاصمة الجزائرية وقالنا أن اسمها أوراق القضيفة، وأنا نذكر عندما كنت صغير كانت عندنا موجودة في محبس صغير في الحديقة نتاعنا في البيت، وكانوا يسموها أوراق القضيفة فعلا. ولكن نشوفوا هنالك اسم آخر، هي القطايفة، وبالفصحى تسمى القطايفة وتسمى ذيل الثعلب. ذيل الثعلب اللي هو ممكن مترجم من لغات أخرى كالفرنسية أو اللغة الإسبانية أو حتى اللغة الصينية. فباللغة الفصحى قطايفة أيضا كلمة كنت نسمعها عندما كنت صغير، لكن مانيش عارف إذا الكلمة هذه تلقى على هذه العشبة ولا على شيء آخر. هذا مشكل الأسماء في بلداننا. بالفرنسية لغامونت تكلمنا عليها، بالإنجليزية أرامانث ولا بيغويد ولا تشايني سبينيتش، يعني لبينار شينوا، السلق تاع الصين. والحاجات هنا اللي تجي مغربة ولا ما تكونش معروفة يعطوا لها اسم كما احنا نقول عندنا مريت الهند ولا الهندي ولا حاجات اللي هي من بلداننا، لكن بعض الأحيان نعطوا لها أسماء غريب علينا. لكن بالإنجليزية تسمى بروستيت ويد أيضا، يعني عشبة البروستات. وإلى حد الآن ما وجدتش أنها ما وجدتش أي دراسة طبية اللي دلنا على أنها مفيدة للبروستات، لكن لا بأس أن الإنسان اللي تكون موجودة عنده في بيته في حوله في الحدائق ويكون عنده بروستات يأكل منها، يديرها عصير، يطيبها وقايتك، ربما تكون فيها شيء مفيد جدا. لأن الأسماء الشعبية هذه عمرها ما تعطى للأعشاب بدون ما يكون فعلا عندها مفعول. فهنا بالإنجليزية الاسم الوحيد اللي وجدته يدل على أنها عشبة البروستات ولا عشبة البروستاتا. فقلنا العشبة هذه موجودة بكثرة في الجزائر، تونس، المغرب، مصر، ليبيا، وتسوق ما نش عارفين فين تروح. ممكن بعض الإخوة والأخوات يكلمونا يقولون وش راهي، هل يوجدوا البذر تاعها، ما يوجدوش، يعرفوها في تباع في السوق ما تباعش، يخليهم يكلمونا عليها.
الأهمية نتاع هذا العشبة بليتو ولا فتاش ولا أوراق قذيفة تأتي من الأوراق وتأتي من البذر نتاعها يعني القمح نتاعها، لأن هما اللي فيهم المواد اللي تعطينا المواد اللازمة اللي تخلينا تخلي الصحة تاعنا تكون قوية وتبعد علينا الأمراض. لكن شفنا بأن الناس ما زالوا يستعملوها غير للتجميل في الحدائق، يستعملوها شباح كما نقولوا في الجزائر. نوع من هذا اللي موجود في الجزائر اسمه أرامانثس كروينتوس، هي العشبة هذه اللي أوراقها كالقذيفة فعلا، عن في الأوراق قلنا فيها البروتينات، فيها المعادن، فيها فيتامينات، وفيها البوليفينول دوك نفسروهم، وفيها الدسوم، وفيها الألياف. ما هي هذه الأوراق؟ البذر نتاعها يعني القمح ديالها فيه نفس الشيء، بروتينات، معادن، فيتامينات، البوليفينول هذو، ألياف، الدهون، وزيادة على الأوراق فيها كثير من السكريات، السكريات الطبيعية، السكريات الطبيعية اللي الجسم تاعنا يحتاجها ويستوعبها، مش السكر الأبيض اللي يباع في السوق. فما هي الخصائص الطبية للمكونات هذه؟ يعني نتكلم على البروتينات، نتكلم على الألياف، على السكريات، على الفيتامينات نتاعها اللي موجودة في هذه العشبة بليتو. عندنا البروتينات، ما هو دور البروتينات في الجسم نتاع الإنسان؟ نعرفوا باللي تكلمنا عليه قبل 7 شهور 8 شهور هكذا، البروتينات هذه تساعد كثير على صحة العضلات، على صحة العظام، على صحة كي نقولوا العظام يعني صحة عامة، ممكن حتى تفيد فيما يخص هشاشة العظام. وإذا كانت خاصة النية ولا شربها الإنسان كعصير، لابد نجربوا القضية هذه. الناس اللي عندهم هشاشة العظام يجربوها ياخذوها يفوروها ياخذوها شلاضة، وإلا يعصروها، أحسن أنهم يعصروها ويشربوا الماء نتاعها، ممكن يشوفوا أنها تساعد فيما يخص هشاشة العظام بالضبط، تساعدنا في العظام، تساعد على تقوية الشعر، على تطهير الجسم تاعنا، وعلى تقوية المناعة تاعنا، وخاصة الجهاز الهضمي كما نشوف فيما بعد. هذه فيما يخص البروتينات. فيما يخص الفيتامينات، نعرف بأنها هي المقوي لكل الجسم نتاعنا، وبدون بدون الفيتامينات حتى حاجة ما تمشي في الجسم نتاعنا. فكل الجسم نتاعنا مبني على عمل هذه الفيتامينات. طبعا البروتينات نفس الشيء، البوليفينول هذو نفس الشيء، الدسوم نفس الشيء، يعني هذا كله تركيبات، ما كاش واحدة من هذا المركبات الطبيعية اللي تكون خاصة والجسم تاعنا يمشي، ما يمشيش. يعني إذا كان تخصنا هذه القضايا راح تجينا أمراض بشيء فشيء، والإنسان يفنى يموت. فعندنا البوليفينول هذو، البوليفينول فيهم كثير من المواد، من بينهم الفلافونويد، من بينهم الدباغة الطبيعية، من بينهم الزونتوسيانين هذو اللي درسوهم كثير علميا، وجدوا أنهم كافحوا يبعدوا علينا مشكل السرطان هذا اللي راه داير حالة كبيرة في العالم. فالبوليفينول هذا عندهم مفعول قوي ضد الأكسدة، والأكسدة هي الصديد نتاع الخلايا نتاعنا، والخلايا نتاعنا كي تصدى تبدا الشيخوخه، تبدا الامراض، الباب مفتوح لكل الامراض وخاصه سرطان. فهذا البوليفينول
مهمين جدا ومشي موجودين غير في بليت وهذه ولا القطايف، موجودين في كثير من الخضر الحمراء الصفراء، الخضر والفواكه الموجودة في كل المواسم. فالبوليفينول هذو في البليتة هذه مهم جدا، ولهذا العشبة هذه مهمة أيضا. عندنا طبعا المعادن، المعادن اللي هي تساعد على انضباط الماء في جسم الإنسان، هي تساعد على كل الفعاليات اللي تمشي في جسم الإنسان، تساعد على الهرمونات، على العضلات، على الصحة بتاع الأعصاب وعلى المناعة. هذه فيما يخص المعادن، وتكلمنا عليهم أيضا في الماضي. عندنا الدهون أيضا، الدهون معروفين هما اللي يعطونا القوة، وهما اللي يعطوا الصحة نتاع الغلاف نتاع الخلايا نتاعنا. احنا مبنيين خلايا، احنا الجسم نتاعنا خلايا، خلايا متراكمة، شغل البريك، شغل الياجور هذاك اللي يبني الإنسان. فالخلايا تاعنا هكذا، وبدون الليبيد هذو، بدون الدهون، الخلايا تاعنا تبدا تدهور، والامراض الخطيره هذه نعرفوها كما هشاشه العظام، كما لاسكليروز اون بلاك، كما الزهايمر، باركنسون، كل هذه تبدا تتفشى في العالم. فالدهون مهمه جدا، والسكريات ايضا. هناك شفنا الأسبوع الماضي أن العشبة هذه بليتو فيها الجلوكوز وفيها المالتوز وفيها السكاروز وفيها الرافينوز وفيها كثير من السكريات موجودة، سكريات طبيعية، ما هيش كما السكر الأبيض اللي يديروه الناس في القهوة ويخدموا به الحلوى، هذاك راه قاتل ماهوش مليح. هذه سكريات طبيعية الله سبحانه وتعالى كونها في الأعشاب هذه والفواكه باش تفيد الجسم تاعنا، وفعلا تفيده. السكر الأبيض هذاك ما راهو من المواد السامة القاتلة في جسم الإنسان، وإذا قدرنا نبعد عليه نبعد عليه تماما. وأنا تكلمت عليه عدة مرات، وراني دايره في الوثيقة هذه اللي راهي موجودة على الانترنت، البيض الثلاث من بينهم السكر الابيض والفرينة البيضاء والملح الابيض. هالوثيقة العنوان تاعها او عندكم على الشاشة. فمانيش نتكلم على السكر هذاك، نتكلم على السكريات الطبيعية اللي موجودة في النباتات واللي موجودة بكثرة في هذه العشبة بليتو. الالياف هي الشيء الآخر اللي يساعد كثير، خاصة فيما يخص الجهاز الهضمي، المعدة، باش يمشينا الكرش ديالنا، باش يحبط الكوليسترول ويمنع السكر باش يدخل بكثرة في جسم الإنسان، ويلزم البنكرياس بيعود يعمل الانسولين كثير ويديرنا مشاكل أخرى. فالألياف هذه مهمة جدا لانضباط الجهاز الهضمي. فمن الأهمية البالغة نتاع هذه العشبة بليتو أنها عندها مفعول ضد الأكسدة، وحنا شفنا قبل حين بين البوليفينول هذو هما اللي عندهم مفعول قوي ضد الأكسدة. فالعشبة هذه مهمة جداً لهذا السبب ايضا. فما هي هذو اللي يسموهم لي زونتي اوكسيدون؟ هما عباره على مواد كثيره، من بينهم الفيتامينات، من بينهم المعادن، من بينهم اشياء اخرى كال لي بوليفينول هذو، الفيتامينات، المعادن، البوليفينول، مواد أخرى كثيرة اللي موجودة في كل الخضر وكل الفواكه، وموجودة بكثرة في هذه العشبة اللي أنا نتكلم عليها بليتو. فكل هذه تمنع الأكسدة، ما تخليش الخلايا تاعنا تدور، ما تخليهاش تصدي. وحنا نعرفوا محرك إذا بدأ يتصدى
يبدا يروح. السياره اذا كان بدا الجسم تاعها يتصدى تبدا ترشى وتبدا تروح. فهذا العشبه مهمه جدا لان الاهميه تاعها الكبيره هي انها تكافح الاكسده في جسم الانسان. ولهذا لابد نردوا بالنا ما نخلوهاش صباح في الشباح تزين لنا الحدائق، لكن نشوفوا كيف ندرسوا عليها، نعاود نشوفوا في الانترنت، نشوفوا وين تباع، هل البذر تاعها تتباع ولا ما تتباعش في بلداننا. واحنا شفنا بانها تباع، لكن واش يعملوا بها ماناش عارفين، يصدروها للخارج ولا يسوقوها في بعض الاماكن الناس يعرفوها وما كلموناش. لكن لابد ان نبحث عليها ونشوف كيف نعمل بها ماكله. كما نروحوا نجيبوا القرنينه من الخلا من البر، كما نقدروا نروحوا نجيبوا هذه من البر نفس الشيء. حتى بعض الناس اللي يحبوا يوجدوا حرفه ومهنه للاخر عمل، ممكن يروحوا يلقطوا هكذاك ويديروها رباطي ويبيعوها للناس، الناس ممكن يكتشفوها بالطريقة أيضا، هذه أيضا. فهذه الأكسدة بليتو يكافحها بطريقة عجيبة جدا. وهنالك رسالة ماجستير تكلمت عليها في الأسبوع الماضي لهذا الأخوتين فورا الإكرام وصابرينا بوخلالة، عملوه في 2021، يعني ما عدناش عندها تقريبا عامين داروا لنا هذه الدراسة على المكونات الكيميائية والبيولوجية نتاع بليتو نتاع العشبة هذه لارامونت اللي موجودة في الجزائر. وجدوا هما اللي بينونا بأن عندها مفعول قوي ضد الأكسدة، يعني من بين المفاعيل نتاع هذه العشبة المفعول القوي هو أنها تكافح الأكسدة. ولهذا الناس اللي يأكلوا منها كثير راح يشوفوا بأن كثير من الأشياء ما تديهمش الالتهابات ومرض البطن وبعيد شر سرطانات وأشياء كثيرة ما تجيهمش. وإحنا نشوفوا بأن كل هذه المكونات نتاع بليتو، الفيتامينات والمعادن والألياف والسكريات والدهون والبوليفينول، هذو كلهم معروفين علميا أنهم يكافحوا السرطان. فلماذا السرطان الآن ينتشر كثير؟ السبب، يعني أول سبب نفكر فيه هو أن عندما كنت صغير إحنا وكان الناس عندهم إرهاق وكان العسكر تاع فرنسا دايرين فينا حالة يقتلوا في الناس ويضربوا النساء وكاع، لكن السرطان ما كانش منتشر. لماذا الآن؟ في ذلك الوقت كنا فقراء وكنا نروح للبر ونجيب أعشاب طبيعية ونأكلها، لأن ما كانش عندنا الدراهم، ما كانش عندنا الفلوس باش نروح نشرو كل الخضر الكثيرة. طبعا كنا نشرو شلاضة وطماطيش وبصل، ولكن مكتفين تقريبا بهذا. ولكن غالب الأحيان كنا نروحوا للبر ونجيبوا القرنينة والتفاف وأشناف وبوبريس وأشياء من هذا القبيل اللي كانت طبيعية وكانت مملوءة بهذه المواد اللي موجودة في هذا العشبة بليتو. ولا ربما قطايف في ذاك الوقت كان بليتو، احنا ما كناش نعرفه، كانوا الناس ياكلوه، سرطانات ما كانش موجوده. لكن في الوقت اللي رانا فيه احنا الان ابتعدنا على كل الاعشاب هذه وعدنا نخلصوا بالامراض. ربي خلق لنا مواد طبيعيه نمشوا بها ناكلوها، وكي خلقها بها نداو بها وبناكلوها. واذا كنا نستعملوا بليتو مثلا أو رغل القذيفة هذه نستعملها غير للتشبيح وللتجميل والتزيين تاع الحدائق، رانا يعني فقدنا شيء عظيم جداً.
فمشاهدينا الكرام لابد نفطنوا القضية هذه. ابتعدنا كثير على الطبيعة، وعندما نبتعد على الطبيعة يعني ابتعدنا على سنة من سنن الكون اللي جابها من الله سبحانه وتعالى. وعندما نبتعد على السنة ولا نحب نغير سنة نخلص، لأننا خرجنا على هذاك الكود دولاروت اللي دارونا الله سبحانه وتعالى، دارنا معالم نستعملها بان نعيش في حياتنا. إذا بعدنا على المعالم هذه طبعا راح نكون هدمنا سنن تاع الكون اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، وطبعا جينا الأمراض، جينا كثير من الأشياء. ولهذا سرطان بدأ ينتشر بكثرة كثير في العالم، لأن الغذاء نتاعنا ونمط الحياة نتاعنا تبدل، وعدنا العقلية نتاعنا أيضا ماهيش مليحة. الأمس كنت مع أخ جزائري هنا كان يحكي لي على دارهم في ضواحي الحاصمة، ما نقولش المكان حتى ما نبينش، ما ممكن أهله يعرفوه. في ضواحي العاصمة عندهم حديقة كبيرة، وباباه أبوه غرس لهم شجرتين من التين، شجرتين من الليمون القارص والحامض، شجرتين من الخوخ، شجرتين من التفاح كذا. ويالي العجب قال لي أنه عنده ثلاث خاوته يتركوا كل ما عندهم في الحديقة ويروحوا يشتروا الأشياء من السوق. عجيب. تكلم لي على المشيمشة أيضا، يخلوا المشيمشة تيبس فوق الشجرة وعندما يحتاج يروحوا للسوق. هذه العقلية موجودة منتشرة كثير بيننا، ومشكل كبير كبير. ولهذا عندما تجي الأمراض ما يستعجبش الإنسان أنها جات. الأمراض هذه ما تطيحش علينا من السماء وإحنا نكون بارئين. القضية راهي في يدنا. ولهذا الحصة واسمها اسمها دواكم في يديكم. والدواء في يدينا، موجود في المطبخ، موجود في الحديقة تاعنا، موجود في البر، ولابد أننا ننتبه لهذا. فبليتو هذه من الأعشاب اللي احنا نستعملها للتزيين في الحدائق، لكن هي عندها مفعول قوي في جسم الإنسان وتحفظنا من كثير من الأمراض من بينها السرطان. مشاهدينا الكرام ممكن تبدأوا تكلمونا الآن، كلمونا على هذه العشبة، تعرفوها ما تعرفوهاش، عندها أسماء أخرى، تستعملوها في الأكل ما تستعملوهاش، هل بعض الشيوخ والعجائز يستعملوها طبيا في المغرب في الجزائر في تونس؟ كلمونا وأعطونا رأيكم في القضية هذه، وفي انتظار مكالماتكم نواصل الكلام على هذا ونشوف ما هي الاستعمالات التقليدية لهذا العشبة في إفريقيا مثلا وفي الهند، الاستعمالات في أمريكا اللاتينية. نشوف بأن في إفريقيا مثلا يستعملوها كثير ضد الديدان، خاصة عند الأطفال الصغار، يستعملوها ضد الروماتيزم، يستعملوها ضد القرح في المعدة وكل أمراض المصران في الحقيقة، يستعملوها كمسهل. الناس يكون عندهم إمساك ممكن يستعملوها يأكلها مفورة وشلالة قعيتك راح تسرح لهم الكرش ديالهم. في إفريقيا أيضا خاصة في الكوت ديفوار مثلا يستعملوها، يعملوا بها، يعصرها، يعملوا ماء ويغسلوا بها عينيهم. الناس يكون عندهم ممكن ضبابة، يكون عندهم التهاب، يكون عندهم بعض الميكروبات، يستعملوها للعينين. فلا بأس أننا الناس اللي عندهم ضبابة مثلا في الجزائر إذا سمعوا الكلام هذا يروحوا يستعملوا هذه العشبة ويقطروا قطرات في عينهم، ما رايحينش مدي لهمش مشكل. فيبدأوا الناس هكذا. الشيء الآخر، الميزة، أن هنالك دراستين موجودة، هذا نتاع سينا اي كولابوراتور في 98 وكاور وكولابوراتور هادو في 2006، وجدوا بأن العشبة هذه فعلا توقف السرطانات، ما تخليهمش ينتشروا إذا كانوا موجودين. وممكن تكون هنالك دراسات أخرى اللي تكشف أشياء من القبيل، أنا ما وجدتهاش إلى حد الآن، لكن هذه أشياء مهمة جدا. وتشوفوا هذا المفعول ضد السرطانات لهذه العشبة
حسب الدراستين هذو ترجع غالب الأحيان لكل المكونات، ولكن المكونات اللي درست هو البوليفينول هذو والفيتامينات والمعادن. هذه هي الأشياء اللي تحفظنا من هذا المرض. عدنا الأخ جمال من الجزائر. سي جمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك خويا، كيف حالك؟ لا بس الحمد لله. أي فضل أسبوع سي جمال معنا؟ يبدو أن الأخ جمال انقطع مع الأسف. ممكن يعاود يكلمنا من فضله، يبدو كراح يعطينا خبر معين. السي جمال فقدناه مع الأسف، فنواصل الكلام حتى تأتينا المكالمات أخرى. فهذه كنت أتكلم على الاستعمالات التقليدية في أفريقيا وفي آسيا لهذا العشبة. في البلدان الأفريقية أيضا يستعملوها للحمى، عندما تجيهم الحمى الناس يطيبوا هذه ويأكلوها، يقولوا أنها تنقص لهم الحمى. يستعملوها لآلام بصفة عامة، وخاصة للنساء الحوامل اللي يكونوا في المخاض باش يولدوا، فالعشبة هذه تعطى لهم. كان دراسة هنا لهذا أرشد وخان في سنة 2000 فقط، تقول بأنها تستعمل ضد الربو، يعني ضد الزيقة، ضد الزيقة نحاول نكلو، وضد مرض السكر، وضد التهابات الخطيرة للمصران، وأشياء أخرى نرجع لها. عدنا مدام الأخضر. مدام الأخضر السلام عليكم. السلام. أهلا بك أختي. أنا تفضلي. قلت لك أنا نحب نشوف هذه الصدرة باش نعرفها بعد نحوس عليها. تحبي تشوفي الصورة ديالها؟ ايه باش نحوس عليها. الله يبارك. انت ترى الهضره كامل عجبتني الاخر تاعها. الله يبارك. دوك نوروا بعد الحين نوروا صور للعشبه هذه. انت وين تسكني؟ نسكن باب الواد. باب الواد. باب الواد انا كنت صغير كانوا يسموها اوراق القضيفه. لو تسالي الجيران اللي عندهم جرادن، عندهم حدائق، ممكن يقولوا يوروها لك. مدام الأخضر؟ إيه. الجيران ممكن يكون عندهم يديروها في المحابس، يديروها أشباح في الحديقة، خطرات في الدار. ممكن طفي التلفزيون من فضلك، أنا أسمع في روحي في التلفزيون. يبدو مدام الأخضر راحت، لكن راح نبين صور فيما بعد، ممكن تشوفها وتعرفها. هذه مدام الأخضر من باب الواد. قلنا العشبة هذه أيضا تستعمل كل أمراض الجهاز الهضمي، وخاصة هنا بعض التقاليد في أفريقيا وفي آسيا يستعملوها لكل أمراض الكولون، أمراض المصران بصفة عامة، خاصة هذه لا ديسونتري اللي هي مرض خطير يجي بآلام شديدة وبإسهال شديد، الالتهابات تهلك الإنسان. فهذه ما قلناش أن هذه الإنسان يروح لها فقط يستعملها مؤقتا حتى ما بيجي يشوف الطبيب، لأن لابد يكون تشخيص. عندما تجيه الإنسان إسهال قوي ولا آلام هكذاك يستعملها لا بأس، ولكن يروح يشوف الطبيب ما يبقاش هكذا. في أفريقيا أيضا يستعملها لكل مشاكل مجرى البول، حريق، الإنسان عندما يروح الحمام ما يقدرش يتبول حشاكم بصفة عادية بدون إحراج، فيستعملها للقضايا هذه. موجودش أنهم يستعملها للحجر في مجرى البول، لكن ممكن هي المفروض أن كل التهابات الجهاز البولي هي تساعد عليها، والتهابات الكبد أيضا هذه من الأشياء اللي تساعد الكبد. عندنا الأخ محمد من المغرب. سي محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك خويا. نعم شكرا. كيف انت؟ الله يسلمك. بخير. انا بغيت عين نسولك على البروستاتا. نعم.
انا ما عنديش الاعراض كلها، على عندي التضخم. نعم، ولكن ما عنديش الاعراض كلها ديال ليله التذكار. الله يبارك. شحال في عمرك سي محمد؟ انا كبير 70. 72. نعم، الله يبارك. البروستاتا تكلمنا عليها في حصص. اذا عندك الانترنت وتقدر تدخل الانترنت لغات. نعم. تقدر؟ نعم نقدر. نعم، اهم تدخل الموقع المغاربيه، شوف شوف حصه في البلاي ليست هذيك، شوف حصه دواكم في يديكم. وتشوف كاين تقريبا على الاقل حصتين على البروستات. نعم، التضخم بروستات هذه من جهه، ولكن اعطي لك بصفه عامه. نعم. شيئين، الشيء اللي اعطيته دائما عندنا الوثيقه هي طلعت قبيل على الشاشه، ممكن هي طلعت. نعم. الان بالفرنسيه وبالعربيه، لكن بالفرنسيه موجوده في الانترنت، اسمها استراتيجي نوتريسيونيل دو سانتي ديجستيف جينيرال. فيها راني داير وصفه لعلاج البروستاتا بالبصل، البصل اللي ما تقشروش بالقشره ديالو. نعم، سبع بصلات في ريتله تاع ماء، تغليهم 20 دقيقة وتشرب هذاك الريتلا طول النهار، وتعاود العملية 7 أيام. اها نعم، هذا المفروض ذاك الانتفاخ راح يروح. نعم، هذا يعني هي مركزة سبع بصلات في ريتلا ماء 7 أيام. شكرا، الله يسلمك، بارك الله فيك سي محمد. عندنا الاخ عبد الرحمن من بجاية. السلام عليكم سي عبد الرحمن. عليكم السلام. مرحبا، اهلا بك خويا. الله يسلمك. عندي ليكوات. نعم، عندي ليكوات. الكوات. نعم. شحال في عمرك سي عبد الرحمن؟ 71 سنة. الله يبارك. الله يسلمك. واش طبعا شحال انت عندك الكواتر هذا؟ عندي واحد عامين. عامين، والطبيب واش قال لك؟ قال لي عندك دواء حتى تموت. هذا ما كان ما عطالكش الدواء؟ عطالي بكاشي. واش من الدواء عطالك على بالك به؟ 75. ايوا واش قال لك؟ قال لك بالدواء هذا يروح، ولا قال لك غير خذ الدواء وخلاص؟ قال لي ينقص هذا ما كان. ايوا انتم الماء تاعكم ثم في بجاية مليح لاباس به؟ هادي عندي الفراش مليح، الزناليز وكل شيء. اي والله خلاص. ممكن نكلمك فيما بعد وتعطي لي تفاصيل اخرى، لان الكواتر عنده اسباب كثيره. ممكن انك الاخوة ياخذوا الرقم تاعك ونكلمك. هذا السي عبد الرحمن من بجاية. فنوصل الكلام على هذا العشبة في استعمالاتها التقليدية في افريقيا واسيا، وقلنا انها تستعمل لكل مشاكل مجرى البول ومشاكل المعدة، الالتهابات في المعدة. احنا شفنا بان هنالك اعشاب اخرى تساعد، كنا تكلمنا على الهندبة، وتكلمنا على اوراق القرنون، وتكلمنا على الحريقة، وقلنا كل هذا يساعدوا على تقليص مشاكل الكبد، وخاصة فيما يخص السيغوز التهاب الكبد. كاين العصير نتاع الكرنبيط، العصير نتاع الكرنبيط اللي يواظب عليه ما يكونش وما يكونش عنده مشكل الغدة الدرقية نازلة، ولا يقدر ياخذ عصير تاع الورق تاع الزيتون تاع الكرنبيط، الكرنبيط، والمفروض تساعده كثير. ياخذ لمده 2 أسبوع 3 راح يساعده كثير. عندنا الاخت فاطمه من الجزائر. اخت فاطمه السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. سلام. تفضلي اختي. عندي المشكلة تاع لي فاغيس. لي فاغيس، ايوا. شحال عندك في عمرك؟ 45.
كي صغير اختي توقفي بزاف انت في النهار. عندي المشكلة تاع لي فاغيز وعندي في رجليا نحوس على الدواء. ايه والطبيب رحتي ليه ولا ما رحتيش؟ 40 قلت لك. طفي التلفزيون من فضلك، طفي التلفزيون. مالو؟ ايوا قلت لك رحتي شفتي الطبيب ولا ما شفتيش؟ لا ما شفتش. يلزمك اولا تروحي تشوفي الطبيب، تشوفي واش يقول لك ويعمل لك تشخيص وممكن يعطيك نصائح هو، لكن النصيحه اللي نعطيها لك انا هو لا نحوس نداوي بالعافيه، نحوس نداوي بالعافيه. لا بصح روحي للتشخيص، روحي للطبيب بيشخص لك الاخر تاعك يقول لك بالضبط وشنو. انت راكي تقولي لي لي فاغيس، انا مانيش عارف لا صح عندك لي فاغيس ولا حاجه واحده اخرى، الطبيب هو اللي يعرف. هذه وحده. واذا كانوا لي فاغيس نديرها له. نعم كيف عشقه؟ لا لا بصح روحي للطبيب يشخص لك هذا قبل ما تشخصيش لنفسك. بالك عندك مرض واحد اخر ماهوش لي فاريس؟ لا لي فاريس هما خارجين لي ماشي ضاريني ولا ما يضرونيش. الله يبارك. اما شوفي قبضي قبضي كاسه ولا قبضي سربيته من شافة شمخيها بالماء بارد مليح مليح وغلفي رجلك من تحت للفوق وطلعي هكذا امسدي من تحت للفوق غير بالعقل، ديري الماء بارد بزاف ومسدي وطلعي غير للفوق هكذاك. طبعا تدخل فيها حاجات واحده اخرى، الماكله واش تاكلي وتوقفي بزاف ما توقفيش، كاين اشياء اخرى. لكن هذا كاين الناس اللي مسدوا الساق نتاعهم بالساق ولا الفخذ بالماء بارد، ماء بارد غير بالعقل هكذا، تمسدي كل يوم من تحت للفوق من تحت للفوق، ماشي من الفوق لتحت، من تحت للفوق، تمسدي بالماء بارد مرتين ثلاثة في النهار وشوفي بعد أسبوعين ثلاثة إلى يكون راحوا ولا نقصوا، وإذا شفتي ما نقصوش روحي شوفي الطبيب. هذا واش. شكرا دكتور، شكرا. هكذا ها يا ربي يجيب لك الشفاء إن شاء الله. إن شاء الله بسلامة. بسلامة. قلنا ان الاعشاب اللي تكلمنا عليهم هذه تساعد على التهاب الكبد وتساعد ايضا على امراض الجهاز الجهاز البول بصفه عامه، حتى امراض الجهاز التناسلي. امراض الجهاز التناسلي في افريقيا يستعملوا العشبه هذه ل الجهاز التناسلي. عندنا المكالمة من مدام مسعودي، هذه ماهيش من عائلتي. مدام مسعودي السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ. الله يسلمك الله يهنيك، تفضلي. الحمد لله. طبيب انا عندي مشكلة انسوفيزونس رينال. انسوفيزونس رينال كرونيك، عندي 4 سنين. ايوا شحال في عمرك؟ عندي 40 سنه. 40 سنه انسوفيزونس رينال اختي. ايه راكي صغيره صغيره بزاف الانسوفيزونس رينال. وعندي لي بوليكيستوز رينال اريديتي تاع لا فامي كومبلي. اي والله. والطبيب واش قال لك؟ ايه راني درت مباك تاع لا طونسيون، ما قال لي والو. ما وصلتيش للدياليز؟ ما وصلتش. اي والله شغل ستابل هذاك واسمه. اي والله لاكريا 0.50 0.45. ايوا لوري 1.5 ما يهبطش. كاين واحد اللي يقدر يروح لك الانترنت يجيب لك بعض المعلومات. ايه نقدر. ايه خلاص هاي عندنا الوثيقة نتاعنا، هاي طلعت على الشاشة الان تقدر تشوفيها. توري لك كيفاش تنظمي الاكل ديالك، لان الانسوفيزونس رينال هذه عندها كثير من اصلها غالب الاحيان يبدا بالاكل، ومن بعد دير لك الضغط تاع الدم، والضغط تاع الدم ياثر على الكلى. هذا هو المشكل. دونك انت راكي تعالجي في لاتونسيون، لان الطبيب يظن بان لاتونسيون هي اللي راهي تدير لك المشكل تاع الكلى.
ولا لا طونسيون لا طونسيون. انا راني داير في الوثيقه هذه 14 صفحه فيها راني نمد نصائح للناس كيفاه كيغيروا الماكله تاعهم. لا طونسيون تروح، مرض السكر يروح، المرض تاع الكولون يروح، المرض تاع المعده يروح، هذه كلها بالماكله. فالطبيب ما يقدرش يعطيك كل النصائح هذيك ويقول لك ما تاكليش المقلي وما تاكليش كذا وما تاكليش كذا، يعطيك الدواوات. لكن تقدري تعالجي روحك وتبعدي لاتونسيون عليك وتبعدي امراض الكلى عليك بتعديل الاكل تاعك. صح صح، خاطر البروتينات كامل هذا هو. فشوفي تقدري في الوثيقة هذه تلقي الصيام العلاجي، تلقي تشربي الماء بالقارص زوجين ثلاث في النهار بزوج حبات قارص، فكل هذه تلقيها وربي يجيب لك الشفاء إن شاء الله. يعطيك الصحة أستاذ. الله يسلمك. عندنا الأخ جمال من الجزائر. الأخ جمال رجع. سي جمال السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا ميك خويا. عندي اسبوعين من اللي عيطت لك على ظلم يوفاتي، وقلت لي نعاود نعيط لك وما عاودت عيط لك. شوف خويا، انا دائما نعيط لكن ما راش عندي ال ال الوثائق تاع الاسبوع الماضي، لكن كي نعيط والناس ما يجاوبوش ما نقدرش نعيط عده مرات. فالمفروض اني عيطت لك وما جاوبتنيش. على كل خلاص سي عبد القادر، نعاودو نعيطو لك اليوم. خلي الرقم تاعك وكون معنا بعد الحصه هذه ان شاء الله. خلونا التليفون تاع الاخ هذا، الاخ جمال. عندنا الاخ عمر من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك خويا. معايا أستاذ. نعم. طبيب. نعم تفضل. سي عمر. يبدو أن الأخ عمر من الجزائر المكالمة انقطعت. فمشاهدينا الكرام تقريبا وصلنا ل أعطينا نظرة خاطفة وعامة على مفعول هذا العشبة اللي اسمها فليتا الأخر لغامونت بليتو ورق القضيفة، كاع اللي احنا نستعملوها نشبحوا الحدائق بنزين الحدائق، ولكن هي عندها أهمية غذائية قوية جدا في البذر تاعها وفي الاوراق تاعها. عندنا اخ كلمنا الان سي بشير من الجزائر. سي بشير السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك خويا. نعم. عندي واحد العامل راني نسعل والقلاب بالقلال يخرجوا. القلال. وبركا تروح لي. القلال وما قدرش كتنفس. والواحد كان يجري وحبس. والقلال كيفاش جايين اللون تاعهم؟ لا عادي مدك النخامي نورمال يعني ماشي بيض هكذاك. ورحت شفت طبيب؟ رحت شفت الطبيب. كل واحد يقول واحد حساسيه، واحد يقول كازماتيك، وانا ما حسيت ما والو، حس روحي باللي عندي ميكروب يزدري. اوكي. لقيت ميكروب يزدري صح. اوكي. الماكله تاعك تاكل لي فروماج، تاكل مقلي، تاكل لحم بزاف؟ لا المقلي ما ناكلش بزاف. لا ناكلش بزاف. شحال شو عمرك سي بشير؟ 54 سنة. 54 ما راكش كبير بزاف. الشيء اللي ننصحك به هو ابدا في تعديل الاكل. اولا عندك الوثيقه اللي قلنا عليها واسمها استراتيجي نوتريسيونيل دو سانتي ديجيستيف جينيرال، تلقاها في الانترنت. هاي لك على الشاشه الان. حبطها، عدل الاكل تاعك اساسا. حاول تشرب زوجري ثلاثة تاع ماء بزوج حبات قارص في النهار. هذه شيء ثاني. الشيء الثالث ممكن تحاول تقبض تعمل لبخة تاع البصل، تسخن تقطع البصل رقيق في الليل وديره على صدرك الفوق. الشيء الثالث إذا تعرف كاش
كاش طبيب محلي ثم اللي يعالج بالاعشاب كاي وكاين كاين واحد في البليده كاين واحد في 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 المديه كاين في العاصمه اللي ممكن يعطوك بعض الزيوت العطريه كال سيت العطريه نتاع الكاليتوس كاين الكاليتوس جلوبولوس وراديتا بين اثنين عندهم مفعول الراديتا عندهم مفعول على الرئتين الجلوبولوس عنده مفعول على الحلق والجهاز التنفسي الأعلى فبالطريقة هذه ممكن تساعد تساعد نفسك وطبعا تكلمنا كثير على الحريقة وعلى الهندبة وعلى أوراق القرنون هذا يطهر الجسم تاعك بتطهير الجسم ممكن تساعدك على إزالة المشاكل تاع الجهاز التنفسي هذا السيد البشير يبدو أنه فقدناه عدنا الأخت خوخة من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي تسمحي لي أختي ما نعرفش القبيلية خلاص نهضروا معك بالعربية تكلمي معي بالعربية أختي خليك من مقدرش هاي السلام عليكم السلام عليكم ممكن أرى نسمع فيك في التلفزيون ممكن طفي التلفزيون من فضلك أي قرطفي التلفزيون وخ... هاي تفضلي هالو مس الخير مس الخير أختي تفضلي مس الخير تفضلي حبيت نقول لك على كراعي أيوة كيف انت طفي وش بيك راك هالو هاني نسمع فيك كراعي يبسين بزاف ما نقدرش كاع نمشي بيهو يبسين كل مسمار هكذا بصح كبار كبير هكذا ماشي مسمار يعني من تفخين ماشي منفخين يبسين في كي العظم وشفت الطبيب ولا ما شفتيش شفت الطبيب عطالي فازلين عطاك الفازلين فازلين ما يخدم لي ولو لا اختي الفازلين ما تساعدكش شوف كل ما يكون مرض في الجلد تاع الانسان لابد الانسان يشوف داخليا وراه المشكل لان الفازلين اذا كان حاجه قصتك على برا ولا ممكن ديري فازلين اما اذا كان عندك رجليك منذ شحال عندك وانت تعاني من هذا المشكل واحد عام هكذا اي والله شحال عندك في عمرك الاخت يبدو انقطعت الاخت خوخة هذه الاخت عندها مشكل ممكن مشكل راجع للتغذيه ممكن بعض الفيتامينات يخصوها ولكن الفازلين هذه ما راح تدير لها والو لان المشكله داخلي في جسم الانسان لابد الانسان يعاود يتفقد التغذيه تاعو ولا يتفقد الدواوات راه ياخذهم تقريبا هي يا اما تغذيه يا اما دواوات ممكن تخصها بعض الفيتامينات ما راهيش تاكل بعض المواد هل تفقدت هذا ولا لا لابد انها تنظر للأكل ديالها وتشوف ما هي الأدوية اللي راهي تاخذها إذا راهي تاخذ أدوية وتشوف الـ الـ الأصل في هذه المشاكل فمشاهدين الكرام خلينا نمشوا الآن للصور لأن بعض كان أخت كلمتنا على الصور هذه العشبة بليتو لبليتا والأوراق القذيفة موجودة في بلداننا قلنا هذه الصورة اللي رانا نشوفوا فيها ذوك على الشاشة موجودة في الجزائر العاصمة هذيك مكبرة موجودة عندنا هاهي عندما تنوض في البر في الخلاء ممكن تكون هكذا وعندها كل البذر تاعها هذه صورة واحدة أخرى نوجد هذا النوع من بليتو نوجدوه في بعض الحدائق أيضا ديرنا الزريعة هذه حمراء ومن بعد كي طيب يروح لها الأحمر هذا لكن هذه العشبة
هاي عشبة أخرى شوفوا كيف هي نفسها لكن من نوع واحد آخر تدير لنا البذر أيضا. فالبذر والأوراق بتاعها هي اللي فيها فوائد طبية. هالك صورة أخرى هنايا وهذه صورة أخرى مكبرة لصورة اللي فاتت. نشوف البذر تحا حمراء خلابة وهذه البذر عندما تيبس وتباع في الأسواق هنا في أوروبا تباع وشفنا بنا في المغرب والجزائر تسوق فاش يعملوا بها ما عرفناش. هذه هي البذر ديالها وهذه بذرة أخرى صورة أخرى للبذر. مشاهدين الكرام إن شاء الله راكم استفدتوا من هذه الحصتين على لاغامونت بليتو فتاشة أوراق القضيفة ولا القطايف. بهذه اللقطة الصورة الأخيرة وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. إن شاء الله الاستفادة تكون مستمرة وتعاملوا بهذا العشبة خاصة في الموسم اللي رانا فيه اللي تكون موجودة فيه فليتا هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير.